אלף עזתים עוברים מצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה. הם עוזבים כי הם מבינים שחמאס איבד שליטה בצפון עזה. תוקל אללה. القوات الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى غرب باب الهوى على شارع الرشيد الساحلي، ومن الشمال توصلت إلى مدخل مخيم الشاطئ. الفارق أن تقدمها لحيث وصلت اليوم كان بغالبيته في مناطق غير سكنية، في أراضي زراعية مكشوفة. المهمة الصعبة للإسرائيليين هو التقدم في المناطق المكتظة بالسكان.